بأمر من رئيس المجلس الإقليمي وبالتنسيق مع السلطات الإقليمية وكذا المحلية منها، تم تسخير آلة حفر جي سي بي لفائدة جمعية وفاق أكوديد للتنمية والتعاون بدوار أكوديد جماعة أمالو قيادة المقرت دائرة إغرم، قصد شق طريق نحو النقطة التي سيتم بها حفر الثقب استكشافي لتزويد ساكنة الدوار والمنطقة عامة بالماء الصالح للشرب في ظل الظروف التي تعرفها البلاد من جراء توالي سنوات الجفاف. ولله الحمد هذه العملية مرت في أحسن الظروف بتضافر جهود كل من السلطات الإقليمية والجمعية والمجلس الإقليمي، مشكور على هذا العمل اللي كيقوم به رئيس المجلس الإقليمي السيد أحمد أونجار. كنت توجد منشر أكوديد في إطار الأشغال اللي كنقوم بها وبالتنسيق بطبيعة الحال مع المجلس الإقليمي، وبهذه المناسبة لابد أن نتقدم بالشكر الجزيل للسيد رئيس المجلس الإقليمي السيد أحمد بالكرموس، وكذلك السلطة المحلية في رأس أو في شخص السيد طارق محمد قائد قيادة المقرت. إذن كما لاحظتوا معنا، إذن دائما جمعية وفاق أكوديد كتبذل مجهود في هذا الإطار ديال فك العزلة أو فك بعض المشاكل اللي كتعاني منه ساكنة أكوديد وساكنة المنطقة إنديوزال بصفة عامة. حنا كما لاحظتوا معنا هنا عندنا الأشغال ديال شق واحد الطريق بعد الطلب اللي تقدمت به جمعية وفاق أكوديد لرئيس المجلس الإقليمي، والحمد لله لبى الطلب، وحنا في إطار إن شاء الله الاستعداد باش نديروا واحد شق طريق للقيام بواحد ثقب استكشافي، والهدف دائما هو تزويد ساكنة أكوديد بالماء الصالح للشرب وكذلك باقي الضواوي المجاورة. نشكر الجمعية النغلي خمس مبادرة، يقدر نشكر الرئيس المجلس الإقليمي حتى أنت اللي ساهم ديدنا، دمدنا كل اللي ساهمين ود مقورنين ود مزينين الجمعية المحسنين الموضعان غني كنا غير كذا داير تحسان الوقت سرح ان شاء الله ديال ربي مكنو نزار. نشكر جميع المساهمين اللي كل اللي ساهمين غبود مزين ولاد مقرن ابوهم السلطه المحليه والرئيس المجلس الاقليمي. نشكر سعاده العامل وسعاده الرئيس وسعاده السلطه المحليه والجمعيه ديال تامونت أكوديد والملك النخ والملكنا يسخصن ومان تمازيرت النخ يستخصن ومان يستقر شويه. نكنر نتشكر كل شخص السلطه المحليه المجلس الاقليمي ارت نتشكر المحسنين ارت نتشكر ارت نعاون ربي يعاون ربي المجاهدين.